السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الحال والاحوال. اليوم غادي نخرجكم شويه من الجو ديال المطبخ وتمشيو معايا نشوفو في جوله في قريه ستي فاطمه السياحيه اللي كتبعد على مدينه مراكش ب 74 كيلومتر، ونخليكم تكتشفوا المناظر الطبيعيه والخلابه، وبقاو معايا حتى لاخر الفيديو. وهنا بغيتكم تشوفوا معايا كيفاش كيطيبوا الخبز بهذه الطريقه الصحيه. طيبوا على العواد كيجي رائع في المذاق، اكثر من رائع.
كيجي لذيذ والمذاق ديالو رائع. وما نساوش الطين والفخار ديال هذه المنطقه الرائعه، نخليكم تكتشفوها جميع انواع الطين والفخار، وبقوا معايا حتى لاخر الفيديو. وهنا كينتهي الفيديو ديالي، كنتمنى يعجبكم، وما تنسونيش من البارطاج واللايك، والسلام عليكم.